الى لوكوفيتش. لوكوفيتش لعبة طويلة، خطر المنتخب يوغوسلافي بالجول. الله، جول المنتخب اليوغوسلافي، يحرز الهدف الثالث للاعب فان كيف، يحرز الهدف الثالث لمنتخب يوغوسلافيا اللاعب فان كيف. هذا منتخب يوغوسلافيا واحد، منتخبنا الوطني مع بداية الشوط الثاني. شوف الإعادة، حاول يشيلها قليل انما لعبها على طول فان كيف في مرمى محسن انصار. ابراهيم مير لعيسى، مير منتخبنا الوطني اللي لعبها على طول لخليل غانم.